شيئان يدمران الإنسان، الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. لا تدخل حياة من لا يحتاجك، ولا تفرض ذاتك على من يرفضك. فمن أرادك سيفعل المستحيل ليكسبك. يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما تريده أنت.